هيكون بخد هوي من تندرج الحملة هذه في نطاق تنفيذ لتوجيهات القيادة في تأمين المواطنين حيثما كانوا في الطريق العام في المحطات العمومية وخاصة معناها على الخطوط اللي مع تغيير الطقس ونعرفوا ماشي السخانة وكذا فما خطوط كيما الخط الشمالي تكثر فيها حركة المسافرين وخاصة معناها الأوقات المسائية اللي ممكن تتخلط فيها وممكن فما بلايص ولات كيما نقاط سوداء بعض المحطات وبعض وسائل النقل اللي تكثر فيها المظاهر المخلة بالأمن العام والمظاهر المخلة براحة المسافرين كيما فما حتى حركات بسيطة يقوموا بها بعض حتى الصغار معناها تتمثل في حلال البيبان ويبدأ راكب الفوق هذيك الكل تقلق المواطن تقلق المسافر احنا في الحملات هذه نسعى باش نقوموها جميع المظاهر هذه كيف كيف مظاهر النشل خاصة من المحطات القطار معناها يبدا يمشي فما نعرفوهم البلايص اللي يتعمدوا فيهم البعض من المحارفين القيام ببعض الاعمال الاجراميه على غرار السرقه بالنشل وعلى غرار معناها الاعتداء كيف كيف ونحبوا احنا نرجعوا الروح للخط الشمالي ونرجعوا حتى نشطوه ويزيد يرجع معناها السائح يستعمل الخط هذا والمواطن التونسي يستعمله وهو في راحه نفسيه وهو مطمئن معناها بوجود الامن بوجود معناها تنفيذ محكم لتوجيهات القياده ان شاء الله. نشوف معناها اداره حفظ النظام في الاداره في الاطار هذا عاطي اهميه كبيره. هي حصة مسائية كملنا خدمتنا الصباح اليوم صباح الجمعة احتياطات بعض الاحتياطات الخاصة تحت شراف سيد مدير الإدارة موجود معنا معناها من الصباح كيف كيف هو بيدو يسر باش ننفذوا الحملات هذه في أحسن الظروف ويطبقوا العوين التوجيهات نتاع القيادة في أحسن شكل ممكن إن شاء الله. معه فترة هو جاء لما عليهم اليوم وصل الكهرة كيف كيف بالله حبيت نكلمك على باش تاخذ فكرة على التركيز نتاع الحملة هذه يعني احنا تو موجودين في المحطة الرئيسية دي جي ام خط نهاية الخط عدنا على كامل الخط ومن هنا في اتجاه المرسى عدنا حظاير في مختلف اهم المحطات اللي نعتبروها نقاط سوداء كيف كيف عدنا حمله اخرى على الخط معناها المترو الخط رقم 1 أو 6 ينطلق من برشلونه حطيكش تريزوت كباريه حين النقاط السوداء اللي تتقلق منه بعض المواطنين وعندنا اطارات مشرفه من غادي وكيف كيف كيما على الخط الشمالي
يعني.